أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن مخرجات القمة العربية 33 في المنامة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية. وأضاف السفير حسام زكي خلال حواره مع التلفزيون المصري أن هناك رفضا عربيا للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه العملية سيكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة. معالي السفير، نتحدث عن الجهد المصري في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية والتوترات الحاصلة على الحدود المصرية في رفح المصرية. كيف فنزم ستتعامل القمة العربية 33 مع هذا الأمر؟ هناك موقف واضح من القمة ستطلعون عليه يوم الخميس إن شاء الله. موقف واضح في رفض وإدانة كل التحركات التي قامت بها إسرائيل في موضوع رفح. وأعتقد أنه يعني من المهم أن يلتفت الجانب الآخر إلى ما تقول مصر وما يقوله العرب في هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع ممكن يكون له تبعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة. فندم، هل مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة ويتمسك بها العرب في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية؟ مبادرة السلام العربية قائمة وموجودة على الطاولة ولم تتغير ولم تتبدل ولم تسحب، هي مبادرة عربية وموجودة ونحن راضون عنها والدول العربية راضية عنها، وهي تحرج الجانب الآخر لأنها تظهر بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على أنه يتعاون ويتعامل بشكل جدي مع الطرح العربي في السلام، فبالتالي من المصلحة بقائها كما هي. كيف ستعملون مع تطلعات الشارع العربي للخروج بقرارات تتعامل مع الأزمات العربية؟ الشارع العربي له طموحات كبرى دائما، لا نلوم عليها، لا نلوم عليها، بالعكس متفهمة، ولكن دائما نشرح حدود المعقول وحدود الممكن الذي يمكن للقادة أن هم يتخذوا من قرارات حتى يوازنوا ما بين المصالح العربية في مجملها ومساعدتهم لهذه القضية أو تلك من ناحية تانية. فهي مسائل دقيقة جدا تحتاج وتوازنات دقيقة جدا، نثق أن النخب العربية تفهمها، نتمنى أنها تفهمها بالشكل المضبوط، وهي يعني مسألة حقيقة يعني معضلة دائما تواجه متخذ القرار العربي ما بين طموحات الرأي العام وما بين ضرورات السياسة والواقعية السياسية.